إلى توثيقها وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال. دعم وإبراز إنجازات المرأة في مجال الرياضة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، تشجيع المرأة وتحفيزها على الإنجاز في مجال البحث العلمي الرياضي. مجالات الجائزة: المستوى الفردي، جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية، فئة الرياضية المتميزة، فئة ذوات الإعاقة، فئة المدربة المتميزة، فئة الإعلامية المتميزة، فئة الإدارية الرياضية المتميزة. مستوى المؤسسات والاتحادات: جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فئة العمل الإعلامي المميز في الرياضة النسائية، فئة تطوير الناشئين، فئة الرعاية والتسويق، تطوير المنتخبات والمشاركة الفاعلة، شخصية العام الرياضية، أفضل بحث علمي رياضي. يحق لكل رياضية متميزة الاشتراك في إحدى فئات الجائزة شريطة أن يكون لديها نشاط موثق ومتصل على الأقل خلال العامين السابقين للتقدم بترشيحها للجائزة. باب الترشح للجائزة: يمكن للجهات الراغبة في الاشتراك في أي من فئاتها المختلفة من المؤسسات الرياضية الداعمة للرياضة النسائية والرياضات المختلفة تقديم نماذج الترشح قبل إغلاق بابه، وذلك في الموعد الذي يحدده مكتب الجائزة.